مرحبا بكم في الدرس الأول من سلسلة دروس قاعدة بيانات المونجو دي بي. فالمونجو دي بي فهي قاعدة بيانات نون سيكول ولا تدعم العلاقات بين الجداول، وهي خاصة بتطبيقات الويب وتطبيقات الموبايل بالدرجة الأولى، حيث يتم تخزين المعطيات على شكل جيسون باستخدام البيسون، وهو فورما بينار خاصة بقاعدة بيانات المونجو دي بي. كما تلاحظون هنا جيسون يحتوي على لونو والبخينو والعج والإيدي، فالإيدي فهو قيمة يونيك تمكننا من تمييز الحقول عن بعضها. فمونجو دي بي فهو مكتوب بلغة سي بلس بلس كما تلاحظون، وهي مفتوحة المصدر تحت ليسانس جي بي ال 3 أو الأفرو جي بي ال 3. داخل الموقع الرسمي لقاعدة بيانات مونجو دي بي تقومون بالضغط على داونلود لتحميل قاعدة بيانات المونجو دي بي. كما تلاحظون فلقد قاموا بالتعرف إلى أن النظام الذي استعمله هو لينكس، ومن ثم قاموا باقتراح هذا الأنجلي الخاص بلينكس. هنا توزيعات لينكس المدعومة من طرف قاعدة بيانات المونجو دي بي. كما تلاحظون الآلات الافتراضية الخاصة بالأمازون، دوبيان، ريد هات، سوز والأوبونتو. أما هذه الأخيرة فهي حزمة تحتوي على البناغ الخاص بقاعدة بيانات المونجو دي بي، وهي عامة لكل توزيعات لينكس، شريطة احترام الأرشيتكتور. إذا كنتم تتوفرون على معالج 32 بيت، وجب اختيار 32 نسخة خاصة ب 32. كما تلاحظون لقد بدأنا بتحميل الارشيف الخاص بالمونجو دي بي، وهو 37 ميجا. بعد انتهاء من تحميل الارشيف الخاص بالمونجو دي بي في الدرس الثاني سنتعرف الى كيفية فتح هذا الارشيف وتنصيب المونجو دي بي داخل أحد المجلدات الخاصة بنظام لينكس داخل الدوك، وهي الدوكيومنتاسيون الخاصة بالمونجو دي بي. هناك التنصيب والكرود، وهي الكرييت ريد ابديت ديليت، أي العمليات الأساسية لقاعدة مونجو دي بي، وسنتعرف على بعضها كالكرييت والريد والديليت. والابديت فهي أيضا شبيهة بالكرييت. الداتا موديل، اي كيف يمكن استغلال ما توفره مونجو دي بي للتعبير على ارتباط البيانات مع بعضها. كما قلت فان نو سيكول فهو لا يدعم العلاقات بطريقه مباشره، لان العلاقات هو ما يجعل التطبيق لا يشتغل بكفاءة عالية، بينما النون سيكول فله كفاءة عالية نظرا لعدم تواجد العلاقات. ويمكن أيضا التعبير عن العلاقات إذا كان التطبيق خاص يحتاج إلى العلاقات باستخدام هذه التقنيات. مثلا التقنية الأولى فهي الريفيرنس، أي وضع لكلي اترونجير داخل الوثيقة المراد، ربطها بالوثيقة الأخرى. فهذا الشيء فهو شبيه بالفورجين كي أو لكلي اترونجير داخل الاسبيول. الطريقة الثانية وهي embedded data أو لومبار كومون دي دوني، حيث أن
الوثيقة الجيسون يمكن أن تحتوي على جيسون آخر، وذلك الجيسون هو ما يمثل العلاقة بين حقلين من المعطيات. هناك أيضا العديد من التعليمات الخاصة بإدارة قاعدة بيانات مونجو دي بي، كالقيام بالباكاب والريستور للباكاب عن طريق تعليمات مونجو دامب التي سنتعرف إليها مع باقي التعليمات في الدرس الثالث. سيكوريتي فهي خاصة بأمن قاعدة بيانات مونجو دي بي. إلى آخره. هنا داخل الدرايفر أو كما يسميها البعض الكلاينت الخاصة بلغات البرمجة، كما تلاحظون فهذه هي لغات البرمجة المدعومة، حيث لي بعض الشروحات التي أقوم فيها ببرمجة تطبيقات صغيرة باستخدام مونجو دي بي والدرايفر الخاص بنود جي اس. هنا يشرحون كيف يمكن تنصيب الدرايفر الخاص بنود جي اس خاص بمونجو دي بي داخل منصة نود جي اس. لماذا نتصفح الكويك توتوريال؟ فهذا الكويك توتوريال فهو خاص بمونغوز، ومونغوز فهو عبارة عن ORM حول الدرايفر الأصلي لمونغو دي بي، أي أن المونغوز يسهل التعامل مع قاعدة بيانات المونغو دي بي، إلا أن المونغوز فله كفاءة ضعيفة مقارنة مع الدرايفر الناتيف الخاص بالمونجو دي بي. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس وشكرا.